وللحديث عن نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية التي أغلقت صناديقها في الأمس في العراق والمقاطعة الشعبية الكبيرة لها، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا بك معنا دكتور جاسم. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور جاسم. بداية، كيف تقرأ ما جرى اليوم في مؤتمر مفوضية الانتخابات لإعلان النتائج الذي كان منتظرا منذ البارحة؟ يعني كما تعلم المؤتمر لم يعطي أي نتائج أو نسب مشاركة أو أعداد المصوتين، هل هذا يعد أمرا طبيعيا؟ نعم، شكرا لكم. أعتقد أن هنالك الكثير من الجوانب في المؤتمر الصحفي كانت غير واضحة. الفوضى التي رافقت يعني اعلان، لا يمكن ان نقول اعلان بيان النتائج لانه لم تعلن النتائج، كانت هنالك فوضى واضحه في داخل القاعه، وهذا الامر مؤشر على عدم وجود تنظيم داخل القاعه، هذا اولا. ثانيا، يعني المرتقب ان اللجنه يفترض ان تقدم النتائج للجمهور العراقي ولا تطلب منهم العوده الى الموقع الالكتروني، لاننا نتحدث عن نسبة ليست قليلة من العراقيين ربما لا يمتلكون الانترنت ولا يعرفون كيفية الوصول إلى موقع المفوضية الذي لا يعمل بالمجمل، يعني يتوقف بين حين وآخر. والأمر الثالث أن رئيس المفوضية انسحب مباشرة ولم يسمح بأي سؤال من قبل الصحفيين المتواجدين في القاعة، وعليه أعتقد أن اللجنة كانت مربكة، والربكة الحقيقية في تقديري هو بسبب مقاعد التيار الصدري. التيار الصدري منذ ليلة أمس ينشر على أنه حصل على أكثر من 80 مقعدا، وهو اليوم حصل في بغداد والنجف، يعني في بغداد تحديدا على 29 مقعدا، وهذا يعني ربما هو في أفضل الأحوال يمكن أن يحصل على 21 مقعدا إضافيا، ويعني أنه بالمجمل سيمتلك 50 مقعدا. وهنا الإشكالية الكبرى التي رأينا الربكة داخل المفوضية بسبب التخوف من ذهاب البلاد إلى الفوضى نتيجة عدم قبول التيار الصدري لنتائج الانتخابات. طيب، هذا التخبط كله الذي يعني تحدثت عنه، عن ماذا يعبر؟ ما الذي يفهم منه؟ يفهم منه أن الأمر، يعني أمر الإدارة العامة في البلاد غير واضح. يعني رئيس الحكومة في أكثر من مرة أراد أن يقول إنني ها هنا وأنني قادر على تطبيق القانون، ورأينا كيف أنه لم يتمكن من لجم الميليشيات، وأنه بعد ساعات من اعتقال قوة خارجة عن القانون اضطر لإخراجها. وبالتالي أعتقد أنه الخلل الأكبر في مثل هذه الحالة ليس في العراق فقط وإنما في كل بلدان العالم هو هشاشة القيادة التي بالمجمل تقود إلى هشاشة القانون، وهذا الأمر لا يمكن أن يقود إلى بناء دولة. الضعف الواضح في إدارة البلاد ونفوذ القوى المالكة للمال والسلاح هو الذي تسبب بهذه الربكة الواضحة للعيان. وهنالك كلام عن أن المؤتمر الصحفي الذي أجل لأكثر من ساعة وعشرين دقيقة أجل بسبب خلاف ما بين المفوضية والاتحاد ولجنة الاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة حول نسبة المشاركة، لأن الاتحاد الأوروبي قال أن المشاركة كانت ضعيفة، بينما اللجنة يعني اللجنة المفوضية قالت أن نسبة المشاركة 41%، وتعلم جنابك أن 41% نسبة ليست قليلة، وبالتالي صار العالم أمام حالة تناقض ما بين الأرقام التي تذكرها المفوضية والأرقام التي تذكرها منظمات دولية ومنها منظمات أو لجنة الاتحاد الأوروبي. نعم دكتور جاسم، يعني هذا التضارب إلى أي مدى يعني يؤكد ما قيل سابقا من عدم ثقة العراقيين بهذه الانتخابات؟ يعني أنا أعتقد أنه قضية عدم الثقة في العراقيين بالانتخابات هذا الأمر لا يمكن النقاش عليه. يعني ربما هنالك شبه إجماع شعبي على عدم الثقة بالعملية السياسية، وحتى الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع حينما تسألهم لماذا ذهبتم يقول نحن نريد أن نغير، هم يظنون أن التغيير يمكن أن يكون عبر هذه الصناديق، ولو
يعني كان الأمر ممكن لذهبنا جميعا إلى الصناديق، لكننا نعلم أننا لا نملك ديمقراطية حقيقية في العراق، وبالتالي هذا العزوف الجماهيري بسبب عدم وجود ديمقراطية حقيقية في العراق، وإلا فتعلم جنابك أن الديمقراطية واحدة من النظم المرموقة في العالم، وهي القادرة على إيصال الأصلح والأفضل والأحسن للشعب، لكن في الظروف الصحية. أما في الظروف غير الصحية كما هي الحال في العراق، فأعتقد أن القوة المالكة للمال والسلاح هي المسيطرة على مجمل الأوضاع السياسية والانتخابية والأمنية وحتى قضية العلاقات الخارجية، وبالتالي تبقى الحكومة أي حكومة كانت في موقف يعني العاجز والذي لا يملك القدرة على تطبيق القانون، وعليه أعتقد أنه الخلل كبير في عموم المنظومة السياسية والبرلمانية والتشريعية في العراق، والقضية بحاجة إلى معالجات جذرية لا يمكن لملمتها عبر يعني خطابات منمقة، لأن الواقع مؤلم جدا، وبالتالي أعتقد أن العراقيين واعون جدا لهذا الواقع المرير، وربما نحن نترقب انتفاضة ثانية، انتفاضة تشرينية ثانية، يمكن أن يعني تكون بداية لتغيير مرتقب للحالة السلبية القائمة في العراق اليوم. نعم دكتور جاسم، هناك من عد هذه النسبة الكبيرة من المقاطعة الشعبية للانتخابات ضربة موجعة للعملية السياسية، لربما لا تقل تأثيرا عن ثورة تشرين. ما رأيك بهذه المقاربة؟ يعني لا يمكن يعني أن نختلف على قضية أن الجماهير العراقية اليوم في حالة وعي يختلف عن المرحلة الماضية. اليوم لدينا وعي شعبي جيد، هذا الوعي الشعبي الجيد وإن لم يصل إلى المرحلة المطلوبة لكنه يمكن البناء عليه. تعلم جنابك أن القضية تتعلق بالشعب، حتى نتائج الانتخابات، نتائج المشاركة سواء كانت 10% أو 50% أو 30%، يمكن لأي شعب حر أن لا يرضى بهذه النتائج، ويمكن أن يخرج في مظاهرات تقلب الطاولة، ويمكن أن يغير يعني قواعد اللعبة. القضية اليوم أنا أعتقد أن الكرة بملعب الشعب العراقي، يمكن للعراقيين أن يتكاتفوا لمدة شهر أو شهرين في عصيان مدني سلمي، يمكن أن يقود هذا العصيان المدني إلى إجبار القوى الكبرى على يعني التقهقر والتراجع عن مواقفها، وربما ستضطر الدول الكبرى وفي مقدمة الولايات المتحدة إلى التدخل من أجل إعادة ترتيب البيت العراقي، لأن الولايات المتحدة كما تعلم هي التي أربكت المشهد العراقي، وبالتالي هي مسؤولة مسؤولية أخلاقية وقانونية أمام العراقيين وأمام العالم في ضرورة أن تنهي الحالة السلبية، وإلا فإن الأوضاع القائمة اليوم في العراق لا تبشر بخير، وأن الأمور ستبقى على هذا النحو المربك لا قدر الله لأربع سنوات جديدة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون في صالح الشعب العراقي المغلوب على أمره. الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.